ايام عن اللعيبه جميع الزمالك. بقول لحضرتك متشكرين النهارده القعده اللي احنا قعدناها دي، لان كانت قعده مثيره جدا، كانت في وقتها كمان لان احنا بقالنا فتره الظروف ما كانتش مساعدانا، لكن النهارده كان لازم نقعد قعده زي دي. وحضرتك سمعتنا بعض المشاكل اللي كانت تخص الفرقه، اللبس والملعب والمستحقات الماديه، وعدتنا ان احنا نحلها. فالحمد لله اللعيبه كلها من بكره باذن الله متوعدين ان احنا ان شاء الله نرجع فريق نادي الزمالك الموسم اللي فات، ان احنا نقدر نقدم الروح الكبيره، وان شاء الله باذن الله يعني من بكره نقول للناس الموسم اللي فات. ونقابل عن الزمالك، ونرحب بكابتن الفريق طبعا كابتن شيكابالا. كيف تنظر كيف تمشي؟